السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. حصة اليوم إن شاء الله غادي نشوف فيها مبرهنات فيثاغورس المباشرة. إذا غنبداو بالمبرهنة. المبرهنة تقول: إذا كان ABC مثلث قائم الزاوية في A، فإن AB مربع زائد AC مربع تساوي BC مربع. بمعنى آخر، مربع طول الوتر يساوي مجموع مربعي طولي ضلعي الزاوية القائمة. إذا عندنا الوتر، الوتر دائما هو الضلع المقابل للزاوية القائمة. إذا هذا هو الوتر في هذا المثلث هذا. إذا عندنا زاوية قائمة، الضلع المقابل لها يسمى الوتر. إذا مربع الوتر، إذا نعتبر مثلا هذا ABC. إذا المبرهنة تقول: مربع طول الوتر، إذا الوتر هو هذا المربع ديال الطول ديالو اللي هو BC مربع، يساوي ماذا؟ مجموع مربعي طولي ذراعي الزاوية القائمة. إذا عندنا الزاوية القائمة، الضلعين المحادية للزاوية القائمة هما AB و AC. إذا BC مربع كيساوي AB مربع زائد AC مربع. إذا إلا خدينا كذلك مثلث آخر، خدينا وغيرنا النقاط مثلا اي جي ك، فعندنا اي جي كمثلث قائم الزاويه في اي. اذا كنشوف الوتر هو هذا، اذا مجموع مربعي طولي الضلعين ضلعي الزاويه القائمه اللي هو اي جي مربع زائد اي ك مربع يساوي مربع الوتر اللي هو في هذه الحالة هنا جي ك أسيدنا. إذا المبرهنة سهلة وواضحة، غادي نحاولوا ناخذوا بعض الأمثلة التطبيقية باش نحاولوا نفهموا المبرهنة. إذا ناخذوا تمرين واحد: احسب طول الضلع AB في كل حال من الحالة التالية. إذا لتطبيق المبرهنة شنو خصو يكون عندي؟ خصو يكون عندنا مثلث قائم الزاوية. إذا هذا شرط أساسي ورئيسي لتطبيق المبرهنة. إذا دائما مبرهنة فيثاغورس تطبق في المثلث قائم الزاوية، مش في أي مثلث. إذا المثلث خصو يكون قائم الزاوية. إذا ناخذ هذه الحالة ثاني، والهدف من المبرهنة عادة هو حساب أحد أضلاع المثلث القائم الزاوية. إذا عادة سيكون عندي طول ديال الضلعين، وأنا كنقلب على طول الضلع الثالث. إذا ناخذ المثال الأول، الحالة الأولى، إذا الحالة مطلوب حساب بي أبي. إذا عندنا ABC مثلث قائم الزاوية. إذا ABC مثلث قائم الزاوية. إذا كنقول حسب مبرهنة فيثاغورس المباشرة، وكنطبقوا المبرهنة. إذا شنو كتقول المبرهنة؟ كتقول AB مربع زائد BC مربع تساوي AC مربع اللي هو الوتر. AC هي الوتر. إذا كنقلبوا حنا على AB. إذا AB مربع، عندنا BC مربع كنحولها للطرف الثاني، دونك كيتغير لها الإشارة، غتولي موان BC مربع. غادي نديرو التطبيق العددي. AC عندنا تساوي 9، إذا 9 أس 2، و AB أو BC تساوي 4، إذا 4 أس 2. إذا 9 أس 2 هي 81، 4 أس 2 هي 16. إذا عملية الفرق تعطينا 65. إذا AB مربع تساوي 65. حنا كنقلبو على AB، إذا كنديرو الجذر مربع ديال 65. وهنا مادام عطيني الوحدة فغنستعمل الوحدة. إذا AB تساوي 65 سنتيمتر. إذا الحالة الثانية، لدينا ABC مثلث ABC قائم
الزاوية في A إذا حسب مبرهنات فيثاغورس المباشرة. إذا عادة باش ما نغلطوش دائما مادام قائم الزوايا في A، إذا كنستعملو A ب مربع زائد A سي مربع. دائما الرأس الزاوية القائمة كيتعاود A ب مربع A سي مربع تساوي ب سي مربع اللي هو الوتر. إذا حنا كنقلبو على الضلع أبي، إذا هذا هو اللي كنقلبو عليه. إذا كنخلي أبي في الطرف الأول وكندي أسي مربع في الطرف الثاني، إذا ترجع عندي بي سي مربع ناقص أسي مربع. بعد ذلك نعوض بي سي بالقيمة ديالها، إذا بي سي في هذه الحالة كتساوي لنا 5 و أسي كتساوي لنا 4 أس 2. إذا 25 ناقص 16 تعطينا 9. إذا أبي نديرو الجذر ديال 9 اللي هو العدد 3 سنتيمتر. دائما الوحدة كنديروها هي الأخيرة، كندير الوحدة في الأول حتى كنحسب، عاد كندير الوحدة في التالي ديال 3 سنتيمتر. إذا نمر إلى الحالة الثالثة، لدينا A B C مثلث قائم الزاوية في C. إذا حسب دائما خصني نكتب الجملة هذه، حسب مبرهن فيثاغورس المباشرة لدينا C A مربع زائد C B مربع. الوتر في هذه الحالة هو AB مربع. إذا حنا في هذا المثال نبحث عن AB، إذا هنا كنكتب AB هي الأولى تساوي CA مربع نعوضو، إذا هي 8 أس 2 و CB هي 6 أس 2، إذا 64 زائد 3 36. إذا إلى جمعنا تعطيني 100، إذا AB تساوي جذر 100، وجذر 100 هي جذر 10 أس 2، إذا هي 10، إذا AB تساوي 10 سنتيمتر.